بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 62. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تتواصل الاقتباسات بحمد الله من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ونخص في حلقتنا هذه الاقتباس من كلامه القيم في بيان أن التوحيد المطلوب من الناس هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وليس معنى ذلك أن توحيد الربوبية غير مطلوب، ولكن توحيد الربوبية موجود في الناس ويقر به الخاص والعام من سائر الأمم، لكنه لا يكفي في الدخول في الإسلام والنجاة من النار. ومن هنا غلط غلطا فاحشا من قصر اهتمامه من العلماء على توحيد الربوبية زاعما أنه هو المقصود، وأن الإقرار به يكفي، وأن من أقر به صار مسلما. وفي هذا الموضوع يتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية بإسهاب ووضوح، فيقول رحمه الله: لما ذكر الآيات الدالة على أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، قال: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم يقرون بالقدر أيضا، ومع هذا مشركون، إلى أن قال: فإن هذا التوحيد الذي قرروه، يعني علماء الكلام، لا ينازعهم هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام، إلى أن قال رحمه الله: فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله، يعني توحيد الربوبية، لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إله آخر. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون مقرون بذلك مع أنهم مشركون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض المتصوفة يشاركون علماء الكلام في هذه النظرية القاصرة إلى التوحيد، وهي الاكتفاء بتوحيد الربوبية، وهي لا تختلف عن نظرة المشركين. فقال رحمه الله: وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة، أي ما يسمون العارفين بالله، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، يعني توحيد الربوبية، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما،
فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء، إلى أن قال رحمه الله: فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. قال رحمه الله: فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول بيان حق الله تعالى وهو توحيد الألوهية، والأصل الثاني بيان حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما الأصل الأول وهو توحيد الإلهية، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله وبدون إذن الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء مشركون. قال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وذكر آيات كثيرة في هذا المعنى إلى قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني فهم فقراء محتاجون إلى الله، فكيف تدعونهم معه؟ وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.